نص استماع بالعلم نسمو. يكاد العلم يلامس تفاصيل الحياة جميعها والوجود، لأنه يرتبط بالمعرفة والاكتشاف والاختراع. والعلم هو أن يطلع المرء على معارف من سبقوه، ويجدد ما أنجزوه، ويضيف إليه ما أخفلوه. والعلم صرح سامق يتشكل لبنة لبنة، يضيف فيه الخلف على ما قدمه السلف، فهو جهد بشري مشترك مبني على الصبر والاجتهاد وحسن الخلق. فكم من عالم مجتهد مهد لغيره اكتشاف الحقائق وابتكار المخترعات المفيدة التي تخدم الإنسان وتسهل عليه حياته على مر العصور. فها هو إسحاق نيوتن يفيد مما أنجزه الحسن ابن الهيثم، وها هو هارفي يفيد ما قدمه ابن النفيس. والعالم الذي يسهم في دفع مسيرة العلم إلى الأمام يسجل اسمه بحروف من نور في سجل الخالدين، ويحفظ مكانه بين العظماء ويرفع مكانة أمته بين الأمم. ويؤكد ذلك قول الخالق عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذا يجب على الدولة أن تهتم بالعلماء وتوفر لهم المتطلبات جميعها ليسهموا في رفعة شعبهم وازدهار أمتهم ورقيها، فهم يستحقون كل تقدير واحترام، لأنهم يقودون الإنسانية إلى مرفأ المجد وبر الأمان. نستمع على نص بعنوان بالعلم نسمو ونجيب عن الأسئلة التي تليه. 1- من أين تنبع أهمية العلم؟ تنبع أهمية العلم من ارتباط الإنسان بالمعرفة والاكتشاف والاختراع. 2- نبين المقصود بقول الكاتب: العلم صرح سامق يتشكل لبنة لبنة، أن العلم كالبناء الشامخ المتماسك، وهو تراكمي يضيف إليه الخلف على ما قدمه السلف، فهو جهد بشري مشترك مبني على الصبر. 3- كيف تكون تجارب الأولين نبراسا يستضيء به اللاحقون؟ تكون تجارب الأولين نبراسا يستضيء به الآخرون عندما يمهد العالم المجتهد لغيره اكتشاف الحقائق وابتكار المخترعات المفيدة التي تخدم الإنسان وتسهل عليه حياته على مر العصور. 4- ما المكانة التي يرسمها العالم لنفسه ولأمته؟ هي تسجيل اسمه بحروف من نور في سجل الخالدين، ويحفظ مكانه بين العظماء، ويرفع مكانة أمته بين الأمم. 5- نذكر آية تبين مكانة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. 6- ما واجب الدولة اتجاه علمائها؟ يجب على الدولة أن تهتم بالعلماء وتوفر لهم المتطلبات جميعها ليسهموا في رفعة شعبهم وازدهار أمتهم ورقيها، فهم يستحقون كل تقدير واحترام وإكرام. 7- نذكر بعض أسماء علماء برعوا في مختلف العلوم: الرازي ابن النفيس ابن الهيثم. 8- نوضح المقصود من العبارة الآتية: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، أن العلم فيه منفعة للإنسان في الدنيا والآخرة، ويجازى الإنسان بعد مماته على سعيه في سبيل العلم في حياته الدنيا.